عليكم السلام، الحمد أهلا لله، دكتور. تسمعوني؟ واضح ال نعم دكتور، واضح الصوت. واضح الصوت. ما اعرف، صار خلل عندي بالنت الظاهر، يعني تعتبرها فترة استراحة لكم. انا ما اعرف اخر سلايد اللي شرحته هو هذا اللي امامكم، ساينس اوف كورتيكال سنسر ديستربنسز، السي والدي والاي. الكل كانوا حاضرين هذا الاكسبلينيشن؟ يعني كنت دكتور، اشرح ما اخر شيء. موجود الشير هسه عندنا، ها، ما واضحة الصورة هسه عندنا، ماكو شير. ماكو شير؟ لا لا دكتور، ايه هسه طلعت. ها زين، تذكرون هذه الصورة، هذا الدايجرام؟ ها، آخر شيء كان شنو؟ على 2 بوينت، 2 بوينت ديسكريميشن. انا ما اعرف وين وصلت، انا كنت مستمر اشرح حقيقه يعني، وطلع انه الخط مقطوع واني ما ادري. فاوكي، احنا 2 بوينت ديسكريميشن اللي هو البي، النقطه الثالثه، ما اعرف كانت واضحه لو، ما اعرف ايش قد وين وصلت بالشرح مالتي، ما اعرف يعني. ها كملتها. اذا عندك موضوع السي، احنا بدنا نحكي عن موضوع الكورتيكال سنسوري ديستربنسز. كورتيكال سنسوري ديستربنسز، احنا الكورتيكال سنسوري ديستربنسز نحتاج قلنا بريزرفيشن اوف ذا بين باث واي، تمبرتشر باث واي، التاتش باث واي، الجوينت بوزيشن باث واي. اذا نحتاج انتاكت سنسوري باث واي على مود نفحص الكورتيكال، احنا نسميه سنسوري كورتيكال انتجريتي، لانه تحتاج انتجريشن اوف اول ذيس بيرسبشنز بارت اوف سنسيشن على مود يعني يقدر الشخص يتعرف على الرقم المكتوب على الهيز هاند، يتعرف على التكستشر والشيب مال الاوبجكت. اي واحد بيكون مغمض عينه، اذا زميله خلى مفتاح يقول لك هذا مفتاح، هذه كره، هذه. بينما احنا المرضى اللي اذا نشوفهم اللي عنده سيريبرال كورتيكال انفاكشن، عنده اسكيميك انفاكشن بالكورتكس وماتوسنسري كورتكس، هذه المسائل ما يعرفها. يعني تحط المفتاح بايده، شنو هذا؟ يقول لك ما اعرف. قاش تكتب على ايده مثلا بالديس جرافستيزيا، جرافستيزيا الكتابه، جرافستيزيا يعني الشخص، وان تكتب على ايده يعرف الرقم. تكتب مثلا دائره يقول لك هاي رقم 5، 4 يقول لك هذا رقم 4. بينما الديس جرافستيزيا يكون الشخص ما يعرف، يعني تكتب على رقم ايده واحد جر خط تقول هذا شنو اللي كتبته اني؟ يقول لك ما اعرف، يحس بالتاتش بس ما يعرف انت ايش سويت، ايش كتبت. فيسموها ديس جرافستيزيا. طبعا هذه تايبس اللي اذا احكيها كلها تايبس اوف كورتيكال سنسوري ديستربنسز، كورتيكال سنسوري ديستربنسز. الاستيريوجنوزز اللي هو هاي مثل ما قلنا تخلي مثل المفتاح يعني ما يعرف التكستشر، ما يعرف الشيب، ما يعرف يعني الباترن مالته. فهنا تخلي مفتاح ما يعرفه، تخلي كره ما يعرف، تخلي اي شيء، اي اوبجكت. هاي يسموها ستيريوجنوزز. ستيريوجنوزز الباراجنوزيا، اباراجنوزيا، ابارا هنا من تجي معنى كلمه الويت، الوزن. يعني تخلي بايد، عاده اي واحد بيكم يعني يرفع مثلا ايده كيلو او اي شيء، اي اوبجكت، يقدر يحدد الوزن مالته. طبعا تعتمد على الاكسبيرينس اللي الشخص اللي هو مار بيها، بس يوجوالي كل واحد بينا يعرف يقدر يقدر، يقول لك هذا كيلو، كيلوين، ثلاث. بينما الشخص اللي عنده كورتيكال سنسوري ديستربنسز مثل عنده ليجن بهاي المنطقه ما يعرف الوزن اوف ذيس اوبجكتس، يسموها ابارو اجنوزيا. طلاب، اكو سؤال؟ اكو سؤال عندك لحد الان؟ ما اعرف الامور واضحه ما واضحه. واضحة دكتور، سمعوني؟ ها، واضحة واضحة. ما حد عنده سؤال يعني يريد في النقطه اوضحها اكثر؟ يعني حكينا على الاباوت سنسوري باترن لوس، واضح. حكينا على يعني النيجاتيف سيمتومز، البوزيتيف سيمتومز، واضحة.
اوكي. اكو موضوع ثاني هو موضوع البين، واللي هو احنا البين هو يعني most common most the chief complaint of the patients هو البين، يعني اكثر شكوى المرضى اللي presented to you هو complaining from pain. فاحنا البين اريدك تاخذ يعني فد فكره عن البين. انا سويت لك اياها فد شيء يعني ملخص ومختصر، وابتعد لك عن التفاصيل يعني ما اقول اي تفاصيل يعني ديتيلز، ولكن مطالب انه انت تعرف اقل شيء شنو البين، شنو الكلاسيفيكيشن اوف ذا بين، الباثويز، شنو اللي يقلل الالم، شنو اللي يزيد الالم، زين الكومباريزن بتوين تو تايبس اوف بين. خوش. فالبين تعريف مالت البين هو ان انبليزنت سنسوري اند ايموشنال اكسبيرينس associated with actual or potential tissue damage. اما اكو tissue damage امام عينك دا تشوفه، او اكو potential tissue damage يعني اكو ما دا تشوفه انت بعينك بس تتوقع انه اكو فد 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 اندر لاينج abnormal process affecting the اما sensory pathways or for certain tissues. فيسموها potential tissue damage. Classification of pain عندك nociceptive pain وعندك neurogenic pain وعندك combined وعندك اكو ايضا other pain يسمونه psychological. ف nociceptive pain وعندك neurogenic pain or neuropathic pain راح نجي عليها بالتفصيل. شوف هذا الدايجرام ده يوضح لك طبعا حسب based on etiology. عندك النازوسبتيف بين اما يقسم الى سوماتيك بين اللي هو سوماتوسنسري، اللي سوماتوسنسري المقصود بها من عندك سكين سبكوتينيوس تشو البون، عندك الجوينت، عندك اني يعني ليجن او انسلت اون ذيس ستراكشر راح يسوي لك شيء اسمه سوماتيك بين. السوماتيك بين وعندك الفيزرال بين. الفيزرال بين عندك هاي الديب اورجانس او الديب ستراكشرز اللي عندك بالانتستين، عندك جاسترو انتستاينال جينيتورينري تراكت، عندك الرينال، عندك اليوتراس، عندك الليفر، عندك الهارت، سبلين، هاي كلها عندك اللانج، هاي كلها تعتبر فيزرال بين. خوش. عندك هذه الفيزرال بين اللي هو مو موضوعنا، موضوعنا احنا هو السوماتيك. طبعا اكو فرق بين السوماتيك والفيزرال بين. السوماتيك طبعا مور بريسايز، تقدر تحدد السايت مالته الكاركتر مالته، وايل الفيزرال يعني مور ديفيوز، ممكن يعني بي ديفرنشال دايجنوزز يعني اوسع من السوماتيك، لان السوماتيك يعني راح يكون مور بريسايز يعني ان فرونت اوف يو ربما الليجن، فراح يعني ما تحتاج الانفستيجيشنز اور ذا تولز فور ديتكت ذا اندرلاينج باثولوجي. يعني عندك مثلا بالابدومن وكل عندك ابدومينال بين عندك ماني 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 ديفرنشال دايجنوزز، مرات يعني تحتاج فت لونج ليستنج اوف انفستيجيشنز على مود ريتش ذا دايجنوزز. عندك النوسيبتيف بين هو عادة مثل ما قلنا يصير بهاي المناطق، ما له علاقة بالنيرفز، ما له علاقة بالباثويز اوف ذا نيرفز. النيوروباثيك بين هنا مقسم طبعا حسب الليجن مالتك، اما بريفرال نيوروباثيك بين او سنترال نيوروباثيك بين. بريفرال نيوروباثيك بين هو تشمل هذا اللي احنا اللي حكيناها الدرماتومز او يعني النيرفز اللي بيريفرال طالعه عندك من الروتس يعني من السباينال روتس until the receptors of sensory receptors اللي هي nociceptive receptors. فهذا اما تكون بيريفرال يعني abnormalities or lesion or disease، اما بالبيريفرال peripheral nerves او يكون بالcentral nervous system، اما بالسباينال كورد او بالبرين ستيم او بالكورتكس، فيسموه اما سنترال نيوروباثيك بين او بيريفرال نيوروباثيك بين.
اللي احنا اللي عندك هنا كوميكست. طبعا مثل ما قلنا النوسيسبتيف بين، النوسيسبتيف بين caused by activity when in in neural pathway in response to potentially tissue damaging stimuli. انت وين تكون عندك في جوينت عندك arthritis راح تحس الالم وين؟ بالجوينت ديو تو شنو؟ اكو فد انفلاماتوري بروسيس تسوي لك ستيمولاي يعني الفري نيرف اندنجز فدا يسوي لك يعني امبلسيشن او الكتريكال بولس للنيرفز فاش وبالتالي ريتش ذا سنترال نيرف سيستم باث واي الى البرسبشن سايت اون ذا ان ذا ثالاموس ذن افتر ان ذا كورتكس. فاذا عندك انت تشو دامجينج ستيمولاي خوش اللي الاكزامبلز مالتها مثل بوست اوبرتيف بين هذا ون اوف ذا تايب اوف نوسيسبتيف بين الميكانيكال لو باك بين الارثرايتس السيكل سيل كرايسيس السبورت اكسرسايز انجريز كلها تعتبر هذا نوسيسبتيف بين. النوسيسبتيف بين الها فت كاركتر اور نيتشر تختلف عن النيوروباثيك بين. اللي نيوروباثيك بين احنا مثل ما قلنا الليجن اما عندك بال بريفرال بريفرال نيرفز اور ان ذا سنترال سنترال نيرفس سيستم. الاكزامبلز اللي عليها انت هنا مثلا بريفرال مثلا بوست هربيتك نيورالجيا عندك البوست هربيتك نيورالجيا افتر يعني هربس زوستر affect the the certain nerves in your bodies راح يحس الشخص pain in this dermatome خوش هذا نسميه احنا post herpetic neuralgia هذا one of the examples of peripheral neuropathic pain. trigeminal neuralgia هذا most common يعني التهاب العصب الخامس التهاب العصب الخامس one of the examples of the peripheral peripheral neuropathic pain. السنترال بوست ستروك بين احنا نشوف مرات اكو شخص يجينا ستروك ليجن بالثلامس ليجن تلقي هذا الشخص يعاني اشهر من الم يقول لك هذه الجهه اليمين دكتور دا يعني اكو بيها فت خدر اكو بيها الم اكو فذلك احنا نضطر نعطيهم تايبس اوف يعني دراجز to relieve this pain. The neuropathic low back pain احنا اكو mixed type mixed type يعني هو جامع بين النوسيسبتيف بين وجامع بين النيوروباثيك بين يعني اكو فد combination of both primary injury and secondary effects اللي هو most يعني examples هو السياتيكا. سياتيكا اللي هو احنا مثل ما قلنا عرق النسا او الديسك برولابس راح يسوي لك فد لوكال اريتيشن لوكال اريتيشن بالجوينت فهذا راح يسوي لنا ايش؟ نوسيسبتيف بين فيصير باك بين لور باك بين وفي نفس الوقت راح يسوي لك نيوروباثيك بين اللي هو راديتد بين الكتريكال شوك او شوتنج او لا حسب الوصف مالته يضرب من اللور باك الى الهيس فوت. عندك هنا هذا يعني الكاركتر او نيتشر اوف ذا بينز نيوروباثيك بين هذا هنا ستابرنج هنا البيرنج يحس بحراره ستابرنج يحس مثل الوخز يعني وخز في الات حاده هنا مثل الكتريك شوك لايك يعني ذوربل تراجمينال نيورولوجي يقول لك حس مثل النتله مثل النتله. طبعا اقفد كاركترستيك تجمع ذولي ها واقفد كاركترستيك اخرى تجمع الماسكولوسكيليتال بين اللي هو النوسيسبتيف هنا اقفد تندرنس يعني اكو منطقه هنا يعني يقول لك بس يا دكتور اطخها مؤلمه هذا تندرنس هذا مو نيوروباثيك بين هذا ايش؟ نوسيسبتيف بين. هنا اكو ايكينس اكو ستيفنس هذه مصطلحات احنا نستعملها ان اور براكتس بالحالات يعني الروماتولوجيست والنيورولوجيست يوز
such terms to clarify the types of pain. The kind of neuropathic pain, low nociceptive pain. Examples مثل ما قلنا على coexisting pain اللي هو مثل ما قلنا neuropathic pain and nociceptive pain هو هذا. ده شوف هذا disc prolapse. ده تلاحظ أنت هنا. هذا أكو هنا herniation. أكو عندك هنا herniation of the disc. الديسك مسوي لك فت كومبريشن على الروت. طبعا هذا سباينال كورد، هذا الاصفر اللي تشوفه هو عباره عن كروس سكشن اوف سباينال كورد. خوش، وهنا تشوف انت هنا فت كومبريشن. خوش، مثلا كومبريشن اوف ذا ديسك اور ذير از ديجنريتيف بروسيس اوف ذا بونز فيرتبرال بونز. فهنا يسوي لك اريتيشن وين للسباينال روت. احنا بما انه صار اريتيشن للسباينال روت، شوف هذا السكشن ماخذ لك اياه، مكبر لك اياه هنا، اكو فد هنا نيرفز، هاي نيرفز يسوي لها ستيمولاي. اذا شوف هاي النيرف، هذا هنا نوسيسبتيف بين اكتيفيشن اوف لوكال نوسيسبترز اللي هو الفري نيرفز اندنجز اللي موجوده عندك بالبونز. فيسوي لك شنو؟ كونستانت اك اور ثروبنج بين ان ذا لو باك. ولذلك من ضمن الكاركترستيك اللي راح نجيها ليتر، النوسيسبتيف يكون كونستانت ستيدي بين اك، يعني بتقول هيدك باك اك، او يكون ثروبنج، كلها موجوده باللو باك. اللي قلنا كو اكزيستنج تو بين، هنا اكو اريتيشن للروت، معناها ايش راح يصير عندك؟ اكتوبيك ديسشارج فروم ذا نيرف روت ليجن. ايش راح يصير عندك هنا؟ البين منا الليجن هنا خوش، هذا الدورسال روت، وراح وين يضرب؟ يضرب وين؟ يوصل الى الفوت، فيسوي لك شوتينج اور بيرنينج بين ان ذا فوت اور الكتريك شوك لايك. فهنا تو اكزامبلز اوف كوكزيستنج نوسيبتيف بين اند نيوروباثيك بين. باي لوكال اريتيشن سوي نوسيبتيف اند local compression on the nerve itself lead to neuropathic pain. عندنا another classification حسب ال onset. ال pain ممكن حسب ال onset of classification يعني onset of the pain ممكن يكون transient pain، ممكن يكون acute pain، ممكن يكون sub acute pain، ممكن يكون chronic pain. ال transient pain هذه اللي احنا يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى مخلينا for protection. any hotness any pain stimuli راح يخلي يسوي لك في transient pain، وراح يصير عندك في reflex to withdraw your hand or your arm or your leg من مصدر ال nociceptive source، ولذلك used for protection. طبعا هنا ماكو في destruction للتشو، فيكون transient على شكل ثواني فقط، مجرد انه يعني تحس بال يعني نوسيسبتيف ريسبتور اذا كان بين او اذا كان هوت، فتسحب ايدك، فهذا يسموه ترانزيت بين. الكلاسيفيكيشن الثاني لهذا هو الاكيوت بين. الاكيوت بين هو عاده لاست ليس ذان 1 مانث. هنا شنو اللي يصير عندنا هنا؟ مثلا عندك تشو ديستركشن على قد فتره الهيلينج اوف ذا تشوز، ويروح هذا البين، فهذا يسميه acute pain. عادة last less than one month. هو activation of nociceptive transducer at the site of local tissue damage and typically resolves as the injured tissue heals or soon after. هنا إذا عبر after one month طبينا بال subacute pain. ال subacute طبعا هنا أكو فد يعني أكو فد التقسيمات ال acute pain وال subacute pain حسب الديوريشن، مرات قد تختلف من مصدر الى مصدر. يعني انا اميل الى هذا التقسيم. مرات يقسموا لك اياه السب اكيوت او كرونيك بين، يقول لك افتر 1 مانث او افتر 3 مانث. خوش. التقسيم اللي انا مقدم لك اياه لا، يعني الاكيوت بين اللي هو شوف هذا الدايجرام،
اللي يوضح لك انه الاكيوت بين ليس ذان 1 مانث، اكو الانسلت واقل من شهر هو الاكيوت بين. اللي اكثر من شهر، شهر او اكثر من شهر الى اقل من 6 شهور، هذا السب اكيوت بين، اللي هو سب اكيوت بين، هذا نعتبره سب اكيوت بين. ايش قد صار لك؟ كل صار لي 5 شهور 6 شهور هذا الالم عاده نيوروباثيك مثلا، يبقى هذا شو نسميه احنا؟ نقول هذا سب اكيوت. عبر الست شهور، عبر الست شهور سنه، اكو قسم من البي ان او النيوروباثيك بين، خاصه النيوروباثيك بين مرات يعني فد لونج ستاندنج يعني فد ييرز، وكلش مزعج يعني يسوي للاشخاص فد كومبليكيشن، ديسترب هيز سليب، يسوي له انكزايتي، عاد يسوي له ديبرشن. يختلف عن النسبتيف بين، النسبتيف جاست انكزايتي وهو يتوقع انه فد تروح هذا اللي يصير هيننج، فما يدخل بهيج دوامه، دوامه الدبريشن. بينما جماعه النيوروباثيك بين لا، يعني يدخل في موضوع في الكرونيك وكلش ديزاستر ومزعج ان بليزن، فلذلك يدخلون في ديبريشن لانه كرونيك. يعني جماعه النيوروباثيك اللي ديفرنت كوز اوف نيوروباثي، خاصه ديابيتيك ما ديابيتيك، يعني الكومبلين مالتهم كلش مرات يعني ديزاستر، مرات نحتاج مور ذان تو دراجز فور تو كنترول هيز بين. مثل ما قلنا طبعا من ضمن الكوز اوف كرونيك بين، من مثل الاندرلاينج باثولوجي موجود، خاصه من جماعه الكانسر او جماعه دول النيوروباثي ديو تو مثلا رينال فيلر او ديو تو مثلا ديابيتيك او ديو تو any cause of neuropathy. عندي لستة طويلة عريضة من ال causes of neuropathic pain، ممكن أي واحد منهم من toxic substance أو infections أو كذا يسوي لك فت long standing neuropathic pain ويكون chronic يعني more than 6 months. خوش، إذا عندك transient pain وهذا يستعمل للبروتكشن of our bodies from يعني ال noxious or to protect our bodies from physical damage. وعندك ال acute pain less than 1 month على قد فقط ال healing of the tissue injured tissue. وعندنا sub acute pain اللي هو أكثر من شهر، شهر أو أكثر من شهر إلى أقل من 6 شهور، وال chronic pain. عندك هنا the pain pathway. pain pathway عندك يبدي من عندك four types of يعني pain pathway. عندك ال transduction اللي هو يعني peripheral nociceptor. انت من يصير عندك tissue damage راح يصير release of substance B bradykinin فت chemical substance تسوي irritation لل peripheral receptor sensory receptors، فراح يصير بيها transduction، بعدين يصير transmission خوش لل طبعا spinal cord، بعدين راح يصير transmission تعبر بالspinal cord الى انه تصل للثلمس او يعني تصل للثلمس. بعدين عندك شيء اسمه perception. perception هنا يعتمد، مرات انت قطع الاصبع يعني قطع اصبع مثلا شخصين، مرات حسب البرسبشن مال هذا الشخص، حسب شخصيته، حسب التفكير هذا الشخص راح يكون الالم، راح يكون على هذا سيفير بين وراح يكون على هذا ليس سيفير بين، فيعتبر يعتمد على البرسبشن، والبرسبشن يعتمد على عوامل السوشيال فاكتور، على البرسوناليتي مال هذا الشخص خوش، واضافه يعتمد على الموديوليشن. يعني الموديوليشن، موديوليشن هو الانهبيتوري، هذا شوف اللون هذا اللون مثل ديسيندنج باثويز اللي هو انهبيتوري باثويز. هذا انهبيتوري باثويز ريتش وين؟ هذا الكاتنج مالته ريتش ذا دورسال بارت واللي هو يسوي لنا انهبيشن اوف ذا بين. inhibition of the pain قلنا، وذاك تعتمد على شخصية هذا الشخص
راح يكون يعني الشغل مال هذا الانهبيتوري سيستم، اما سيروتونيرجيك او ادرينرجيك سيستم او يعني الجسم هنا بالبرين ستيم يفرز ماده مثل الناركوتكس مثل المورفين الانكيفالين اندورفينز، هذه تعتبر شلون الناتشرال يعني سنت يعني سنتسايزد ان يور برين فديكريز ذا بين ذا بين ستيمولاي، فتعتمد ذا بين باث واي ذا بين باث واي باث واي على ذولي العوامل الاربعه ترانزدكشن ترانزميشن بيرسبشن موديوليشن. هنا سمبليفايد باثوفيسيولوجي اوف نيوروباثيك بين مثل ما قلنا هنا بيريفيرال نيورون هايبر اكزايتابيلتيز اور لوس اوف انهبيتوري كنترولز اللي هو اللي مثل ما قلنا هذا الموديوليشن اور انهبيتوري سيستم، وعندك السنترال نيورون هايبر اكزايتابيلتي يعني وحده اما بيريفيرال ميكانيزم اور سنترال ميكانيزمز اللي هو الانهبيتوري سيستم مالته كلش ضعيف فاش فيحس بالالم اكثر من الاخر، او يكون عنده سنترال ميكانيزم هو الهايبر اكزايتابيلتيز ان ذا سباينال كورد اور ذا اور ذا برين اور ان ذا برين. طبعا هي كلها lead to abnormal discharge and then after lead to neuropathic pain. هذا عندك في example of the يعني هنا في tissue damage راح يصير transductions of the pain transmission of the pain transduction as substance B والهستامين والكيميكالز راح يسوون irritation لل receptors pain receptors وراح يصير transmission signals or impulses electrical impulses بالperipheral nerve will reach the posterior horn وال posterior horn ال pain راح transmit to the thalamus then after to the perception of the pain اللي هو بالcortex. وعندك هذا قلنا اللون هذا اللي descending pathway اللي هو يعتبر inhibitory يفرز انك norepinephrine serotonin انكيفالين هذه كلها تسوي لك modulation لل pain وتقلل لك الألم. شوف انت هنا هذا different types عندك different types of characters of neuropathic pain اما يكون burning يكون tingling يكون shooting او يكون electric shock like او يكون على شكل numbness. هنا اريد تعرف اشوف انت انا مدور لك اياها يعني اللون الاخضر وهنا اكو فد لون اخضر لانه يعني هذا التعريف تعريفه له علاقه بهذا هاي السنتنسز. Also this color related to this color هذا اللون البنفسجي. احنا هذه عاده الاكي والدال والثروبنج كلاريفاي ذا نوسيسبتيف بين نوسيسبتيف بين عاده. فالاكي هو مرات تسمى مصطلح لو باكيك هيدك بوش توثيك. الاكي بين هو اكر كونتينوسلي ان لوكالايزد اريا لوكالايزد اريا. وين تكون لوكالايزد اريا؟ اما يكون اكي ومرات يستعملون مصطلح دال ممكن يستعمل مصطلح دال اكي اور دال بوش. هنا الاكي بين شنو؟ اكر كونتينوس ان لوكالايزد اريا بوش but at mild or moderate level. ممكن نفس الاكي ممكن يعني قسم من المرضى يعبر عنها يقول لك heavy or sore or tightness بوش. فهي كلها synonyms يعني تعاريف يعني مترادفه لنفس الكاركتر اوف بين. الدال لايك ذا اكينج بين ولكن dull discomfort occur at a low level over a long period of time. عند هذا الاكينج بين بس شنو صاير له فتره اطول من الاكل. الدل بين however may intensify when you put pressure on the affected body part. يعني هنا فد local compression or local pressure راح هنا يصير fault of this part which complaining from dull pain.
الثروبنج بين، ثروبنج بين معروف يعني، خاصة موضوع المايجرين، مايجرين هيدك، أو مرات فد ووند، يقول لك أحس مثل النبض، ثروبنج بين يسموه ثروبنج بين. طبعا هو consists of recurring achy pain. مرات described as pounding، مرات described as beating or pulsing pain. يقول لك نبضي، يقول لك beating مثل ضربات، يندف. يعني هاي تعابير المرضى اللي نسمعها، يعني يقول لك beating، pulsing، pounding. عندك الشارب واللي هو عادة neuropathic pain، يكون اما شارب قسم مريض، يقول لك يعني شارب فشيء حاد بسرعه. يعني شارب شنو يعني معنى الشارب؟ يعني يقول لك بسرعه يجيني دكتور وكلش قوي، يعني شنو هذا معنى فتشارب؟ المريض يعبر لك يقول لك الالم يعني بسرعه وكلش قوي، بسرعه وقوي، هذا معناه شنو شارب؟ When you feel a sudden intense spike of pain that qualifies as sharp. So sharp pain may also يعني الكاتنج اور شوتنج، يعني مثل الاطلاقه، يقول لك دكتور مثل الطلقه، يعني مثل يعني الطلقه اقصد الرصاصه. زين، فيكون شارب يعني يكون سادن وانتنس سبايك بين، ممكن يقول شارب او تقول كاتنج بين او تكون يعني شوتنج بين، او ممكن تقول ستابنج يعني مثل الطعنات، ستابنج طعنات، او ممكن تستعمل تقول لانسينيتنج، شيء يعني يوخز يعني يخترق يعني اختراق. فعندك many many terms you can use it to express about the character of the pain. يعني عندك في المصطلحات راح تسمعها وراح تواجهها مستقبلا، تقدر من خلالها تعبر عن طبيعه الالم. وطبيعه الالم مثل ما قلنا ممكن يعني هي الشارب بين تستعمل، او تقول ستابنج بين، او تقول لانسينيتنج بين، او تقول اكسكروشيتنج بين. يعني هاي المصطلحات كلها تقريبا سينينامز. خوش، خلي طبعا ستابنج بين مثل ما قلنا دريلينج، شو مثل الدريل، يعني قسم يقول لك دكتور مثل الدريل، ستابنج بين سيميلر تو دريلينج، يعني مثل دريل، يعني شيء ده يخترق جسمي. اند بور بين، اذا الشارب والستابنج هي عباره عن انترميتنت، عاده يكون انترميتنت سادن بين، وممكن ديسكرايب مثل ما قلنا الشوتينج، ستابينج، الكتريك شوك لايك، كلها تقريبا يعني سينينومز، يعني عندها تعبر عن نفس الباترن اوف بين، الا انه اكو فد باترن اوف بين يعني مثل الكتريك شوك، يقول لك دكتور مثل النتله، فمثل النتله هم سادن وانتنس ان سبايك، فهو شارب الكتريك شوك لايك باترن. وممكن يقول لك يعني يقول شارب شوتينج بين او شارب ستابينج بين. خوش، الباترن اوف اذر بين اللي هو الكونستانت او ستيدي نيرف بين از ديسكرايبد از تايتنس او باند لايك فيلينج، تينجلينج ان ذا ليجز او ارم، بيرنينج، ايكينج اند ثروبينج بين. هنا نجمع بين انه النوسيبتيف بين اند نيوروباثيك بين، يكون شنو؟ كونستانت، يكون الالم يعني وين يكون كونستانت؟ يعني ثابت. دكتور عندي هنا وجع ومستمر، يعني حسه ثابت وستيدي نير. يقول لك ضغط، تقول باند لايك مثل شيء مربوط على 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 مثلا على على راسي، او تقول هيفينس في الثقل، او تقول فت بيرنينج، او تقول ايكينج، او تقول تنجلينج بس يكون يعني ان بليزنت سنسيشن، او ثروبنج بين. كلها هذه يعني الكاركترز اللي هو يعني عاده ممكن انه تستعمل للنوسيبتيف اند للنيوروباثيك بين. اكو سؤال على السنسوري ديستربنسز؟ طلاب تسمعوني لو لا؟ انتم وياي لو لا؟ نعم بالضبط نسمع. ها؟ نسمع دكتور، واضح الصوت. اوكي، عند اكو فد محاضرة أخرى، المحاضرة الثانية هي كلش بسيطة، اللي هو عبارة عن presenting problems in neurological disease.
presenting problems in neurological disease. هي محاضرة عامة، ف يعني كل ايتم منها يراد لفد محاضرات. احنا شنو presenting problems in neurological disease اللي احنا presentation عادة احنا تقريبا بال 23 topics، بال 23 topics تقريبا، يعني ال presenting problems in neurological disease اللي هو first هو ال headache and facial pain. وعندك ال headache طبعا many many types of headache، ها عشرات الانواع من ال headaches and facial pain. Many types of facial pain, typical or atypical facial pain, headaches, migraine headache, aku sunket, aku sonam, aku tension headache, aku migraine headache, aku occipital neuralgia. Many many types of headache. خوش. وعندك أنت ocular pain, also من ضمن the presentation problems اللي هو ocular pain يجيك واحد عينه أكو ألم. Many many causes of ocular pain. ممكن لها علاقة بالأوفثالمولوجي، ممكن أكو كيسات بالعلاقة بالنيورولوجي، ممكن الأكيولار بين يصير عندنا خاصة في حالة المالتيبل سكلروسيس and other demyelinating disease. الفيشيال بين هو نفسه، إحنا مثل ما قلنا الهيدك عندك الفيشيال بين، عندك موضوع الديزينس or blackouts and funny turns. هذا الديزينس هو مصطلح، يعني الديزينس ممكن يعني يجيك المريض يقول لك دكتور أنا دايخ، والديزينس ممكن تعني الفرتايغو، ممكن تعني اللايت هيدنس او هي بلاك اوتس، وممكن تعني الاتاكسيا. يعني انت المريض جاك قال لك عندي ديزينس عندي دوخه، انت ما تكتفي يقول عنده دوخه ولا انت تقول له يعني احكي لي تفاصيل اكثر شنو تقصد بالدوخه. إذا يقول لك دكتور أنا تفتر القاعبية يقول يعني معناها إيس فيرتايجو. إذا يقول لك لا دكتور يعني أحس راسي طايف يعني شوية إلا يغمى علي. هذا معناها بلاك أوتس أو يسموه لايت هيدنس أو بريفنتيك يعني قبل السينكوب. خوش. أو ممكن يقول لك دكتور أنا دايخ. شنو دايخ يعني؟ يقول لك دكتور لا أحس يعني ما مسيطر على رجلي. هذا دخلنا موضوع التاكسيا. واكو ماني ماني تايبس اوف اتاكسيا ديو تو يعني الاتاكسيا ممكن سنسوري اتاكسيا، فيستيبولار اتاكسيا، سيربلر، يعني ماني تايبس اوف اتاكسيا. هذا موضوع اخر ثاني. موضوع ممكن الابيليبسي وهو ابنورمال بودي موفمنت، عشرات الانواع اوف تايبس اوف ابيليبسي اللي هو عاده ممكن يكون سنسوري، ممكن واحد يكون سنسوري يعني تينجلينج سنسيشن، بارستيزيا وتينجلينج ابنورمال سنسيشن، هو هذا ابيليبسي. وعاده ما يشخصون وهذا خطأ يبقى يعاني وكذا، هو عباره عن ابيليبسي يعني سيجر اتاك. يقول لك دكتور هذه ايدي دا يصير عندي خدر، لوكال ابيليبسي يعني سيجر اتاك اوف لور ليم اور ابر ليم. زين اللي يشخص عاده بس اللي موتر انت البرين، ممكن الابيليبسي اني بارت اوف ذا كورتكس افكتد يصير ابيليبسي. يعني ممكن يصير بالفيجن اتاكس اوف، يعني يقوم يشوف اشياء، يشوف شغلات قديمه، هو عباره عن ابيليبسي. ممكن انه سنسيشن مثل ما قلنا اذا كان سوماتو سنسوري اريا يصير ابيليبسي. ممكن يعني بيرسوناليتي تشينج، يقوم يصير عنده كونفيوجن بيرسوناليتي، هو ايش ما يشوف يعني ابنورمال بودي موفمنت ولكن تشينج ان بيهيفيرز، هو هذا ايش ابيليبسي. موضوع الابيليبسي يعني اكو جماعه مسهلي الموضوع انه بس جاست انه ابنورمال موتور موفمنت، يشوف كونفولشن وعض لسانه ويورينيشن، انا يشخص ابيليبسي. لا، الابيليبسي ممكن جاست ريبيتد فوميتنج، الابيليبسي جاست مجرد يمكن ابنورمال سنسيشن ان هيز ابدومن، ابي جاستريك بين، ابي جاستريك ابنورماليتي، ابي جاستريك سنسيشن. ممكن يكون هذا، ممكن انه هيرنج يعني يسمع شغلات وكذا، هو ابيليبسي. فموضوع الابيليبسي هو موضوع يعني يحتاج قسم من المرضى يعني انفستيجيشن تو دايجنوز ذا تايب اوف ابيليبسي. عندك الكوما والديليريوم هو تايب اوف ديستربنس ان ذا ليفل اوف كونشسنس، وهي عندها كلها محاضرات ان شاء الله مستقبلا تاخذوها، الديستربنس اوف ليفل of consciousness واللي هو شغل شنو الكورتكس، شغل البرين ستيم اند ذا كورتكس.
ويصير ديسترب ليفل اوف كونشسنس، يصير كونفيوجن، يصير دراوزي. كل هاي المصطلحات ان شاء الله مستقبلا توضح لكم اكثر. الامنيزيا، الامنيزيا هو النسيان، فورجتفولنس. وعندنا ماني تايبس اوف امنيزيا، عندك الشورت تيرم ميموري، وعندك اللونج تيرم ميموري، واكو عندك الاميديت ريجستريشن. هذه تايبس اوف ميموري ان شاء الله هاي كلها مستقبلا تاخذوها بالتفصيل. وعندك الويكنس مثل ما قلنا هو الموتور سيستم، وحسب الويكنس انت ممكن تحدد السايت اوف ذا ليجن حسب الويكنس. كان درماتومال، اذا كان يعني سباينال كورد يسوي بارابليجيا يعني لور لم ويكنس، او هيميبليجيا اذا كان مثلا يسوي لك يعني مثل رايت سايد ليفت سايد. فحسب الباترن اوف ويكنس احنا نحدد ذا سايت اوف ذا ليجن او ذا اناتومي اوف ذا ليجن. والسنسيف ديستربنسز اللي احنا حكيناها بالمحاضره اليوم. عندك الابنورمال موفمنتس، ممكن تشمل الابنورمال موفمنتس ما عدا الابيليبسي اللي هو اوسو ابنورمال موفمنت. ابنورمال موفمنت ممكن تريمر، ممكن هاي الدستونيا، ممكن اكو عندك باريزماس، ممكن عندك اكو مايوكرونيك جيرك. فهنا ماني ماني تايبس اوف ابنورمال، كل وحده منهم يبادلها فد محاضر او محاضرات. عندك الالترد بالانس اند فيرتايجو، هي جزء من الديزينس. يعني احنا حكينا عن الالترد بالانس اند فيرتايجو. فيرتايجو هنا يقول لك تفتر بي القاع، هذا فيرتايجو. فيختلف، يقول لك دايخ شنو دايخ احكي لي، يقول لك تفتر بي القاع او انا افتر بالقاع، هذا فيرتايجو. هذا فيرتايجو بتفاصيل، اكو سنترال فيرتايجو، اكو بريفرال فيرتايجو. طلاب لا تدوخون راسكم، انا هذه فقط بس مجرد انترودكشن هيك، يعني معلومات يعني بصوره عامه على البريزنتنج بروبلمز ان نيورولوجيكال ديزيز. هذه التفاصيل انت ما مطالب بيها، وانما تاخذ فكره ان البريزنتنج بروبلمز ان نيورولوجيكال ديزيز. الفيرتايجو مجرد انه انا اذا شخصت انه هذا يعني ما حليت المشكله، اذا قال لي يعني تفتر بي القاع او انا افتر بالقاع، يعني اوكي يعني هذا فيرتايجو. لا، الفيرتايجو بيه في التفاصيل، اكو بريفرال فيرتايجو، اكو سنترال فيرتايجو، وبيها كل وحده في التفاصيل. مرات نحتاج انفستيجيشن، واكو كلينيكال كرايتيريا اوف بريفرال فيرتايجو او سنترال فيرتايجو، فيختلف الموضوع. طلاب ما ملتزمين المحاضره انتم؟ لا دكتور، سمعنا شيء. ما عندكم شيء؟ اوكي. عندك الابنورمال جيت، من ضمن البرزنتيشن ابنورمال جيت عندك تقريبا تسعة. اخذتوا الجيت لو لا؟ النورماليتي اخذتوا الجيت تايبس اوف جيت بعدنا؟ لا، انتم من ضمن منهجكم صف ثالث اكو عندكم الجيت. هو دكتور المفروض يعني بالاسابيع راحت، بس كانت امتحان باطنيه بعد الرابع. اذا عندك اكو تايبس اوف جيت، يعني عندك سنسوري جيت، عندك التاكسيا جيت، عندك هيميبليجيك جيت او سيزرن جيت، بارابليجيك جيت، باركنسونيان جيت، اكو ماني ماني تايبس اوف جيت. يعني موضوع ثاني، هذه محاضره اخرى انتم. وعندك النورمال سبيتش، وهي راح تجيكم محاضره اتصور احد الزملاء راح ينطيكم اياها، اللي ابنورمال سبيتش اند لانجويج. الابنورمال سبيتش اند لانجويج، السبيتش هو مقصود بالارتكيوليشن، يعني شغله الارتكيوليشن، واللانجوج مش موضوع الافيزيا. يعني انا هذه هنا خيرات التفاصيل احكي لك على مود تفهم شنو المقصود بالسبيتش وشنو مقصود باللانجوج، لانه احنا عندنا في الديسكريميشن، يعني هاي المصطلحات اللي نستعملها هي في يعني بريسايز، يعني تحدد فد تايب اور باترن اوف ليجن. يعني اللانجوج ابنورماليتيز احنا نسميها الافيزيا. الابنورماليتي ان ذا موتور اكسبريشن، يعني الالات اللي تستعمل نسميها ديس ارتكيوليشن. خوش، وهذه ديس ارتكيوليشن بيها فد تايبس، ماني تايبس. وعندك الافيزيا عندك 6 تايب، عندك اكسبريسيف افيزيا، عندك سنسوري افيزيا، عندك كوندكشن افيزيا، والها فد اسامي اخرى ما راح ادوخك فيها، هذه مستقبلا ان شاء الله انت تاخذها. عندك ديستربنس اوف سمال، ديستربنس اوف سمال اما انوزيا او بارانوزيا. انوزيا ما يشتم مثل ما هذا صار في حاله الكورونا، ما كورونا، وماني ماني ماني كوزز.
of disturbance of smell. أما local cause, ENT causes, or عندك neurological causes for compression على olfactory nerves يسوي loss of smell. Or paranoia يقوم يشتم شغلات يعني 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 يشتم paranoia إنه يشتم مثلا فد حاجات يشتمها فد يعني حاجة ثانية يعني ما يعني يشتمها as the same the object يعني change بالcharacter of smell. انك visual disturbances and ocular abnormality هذا مصطلح و يعني visual disturbances يعني موضوع بتفاصيل طويلة عريضة بس من ضمن ocular abnormalities هنا ال palsy ما palsy يعني ال عندك انت ال ocular abnormalities اما تكون nystagmus او تكون مثلا palsy خوش ال visual disturbances يكون هنا blurred vision خوش واكو عندك many types of blurred vision حسب ال types نقدر نحدد شنو ال underlying pathology وعندك الهيرنج ديستربنس هذا بعد انت هيرنج ديستربنس وعند اسوسييتد سيمتوم ممكن تحدد انت اذا كان هي الهيرنج ديو تو اي ان تي كوزز او ديو تو سنترال نيرفس سيستم كوزز سواء كان بيريفرال او كان سنترال اللي هو احنا عندنا سنترال مبرين ستيم او تمبرال كورتكس عندك البربر سيمتوم ممكن البربر سيمتوم هو المقصود بها difficulty in speech difficulty in swallowing اللي هو dysarthria difficulty in speech due to ايش البربر سيمتوم عادة اما brain stem lesion or peripheral nerve اللي طالع عندك من البرين ستيم or due to neuromuscular junction or due to muscle of the expression يعني tongue مثلا عندك مشكلة باللب عندك مشكلة بمصل face muscle يعني مثل باللب بالتانك خوش فهنا راح يصير عندك difficulty in speech نسميه احنا dysarthria او dysarthric او dysphagia difficulty in swallowing عندك bladder and bowel and sexual disturbances هذه من ضمن الاوتونوميك واللي عادة احنا نشوفها مرات بال اما certain sites of brain lesion or insult or بال spinal cord lesion واللي ها راح ان شاء الله مستقبلا راح تاخذوه مستقبلا من ضمن اللي السباينال كورد ليجن اور ديزيز هي ثلاث شغلات مهمه السنسري ديستربنسز والموتور ديستربنسز يعني بارابليجيا اور ويكنس واضافه الموضوع الثالث المهم هو مثلا اليورين اور ديفيكيشن يورين انكونتيننس يفقد السيطره على التبول او يصير عنده يورين ريتينشن اور يعني ديفيكيشن اور كونستيبيشن يعني هذه من ضمن الفيتشرز اوف ذا اوتونوميك المهمه بالسباينال كورد. البيرسوناليتي تشينج هنا موضوع البيرسوناليتي تشينج له علاقه بالفرونتال كورتكس فرونتال لوب اللي اني ديزيز مرات يجيك برزنتيشن جست ابنورمال بيرسوناليتي ابنورمال بيهيفير ومرات يراجع السايكاتريست يراجع السايكاتريست فاحنا مرات سيرتن يعني patients need investigations or need imaging على مود انه يعني نسوي لهم فد imaging معينه نلاقي فد compression on the frontal cortex وهو هذا اللي مسوي لك abnormal psychiatrist فاحنا مرات certain يعني patients need investigations or need imaging على مود انه يعني نسوي لهم فد ايمجينج معينه نلاقي فد كومبريشن اون ذا فرونتال كورتكس وهو هذا اللي مسوي لك ابنورمال بيرسوناليتي او ابنورمال بيهيفير وبس مجرد انه ديبالكينج اور يعني اكستراكشن ذا ذيس ليجن او تيومر او ماس يرجع المريض الى نورمال بيرسوناليتي او نورمال بيهيفير عندك sleep disturbances من ضمن sleep disturbances insomnia و hypersomnolence أكو شخص يعني عنده يعني السهر أو عدم القدرة على النوم أو
يعني تشوفها بس نايم، هي part of the central nervous disease أو one of the present problems in neurological disease هو sleep disturbances. طبعا psychiatric disorder هي also one of the parts of the neurological abnormalities، اللي عندنا احنا السايكاتريك عاده السايكاتريك ديسوردرز، واحنا نتعامل ويا الاورجانيك، يعني احنا نيورولوجيست نيورو ميديسين نتعامل ويا في شيء اورجانيك يعني اندرلاينج باثولوجي، فد عمليه ديستركشن او ابنورمال تيشوز، او بينما ابو السايكاتري هو يتعامل ويا النيورو ترانسميترز يعني فد شيء كيميكالز، يعني البرين الايمجينج تلاقيها نورمال، نورمال ايمجينج ماكو اني ستراكشرال ابنورماليتيز، اذا هو كيميكالز ابنورماليتيز اذا صحتها كيميكال ابنورماليتي، وايل وي ار ديل ويز ستراكشرال ابنورماليتيز، يعني انفاكشن صار عندي ستراكشرال ابنورماليتي، عندي سيجر اتاك او ابليبسي، عندي هايبر هايبر اكزايتبل تيشوز ده يسوي لي الابليبسي، عندي تريمرز، عندي هايبر اكزايتبل سيرتن اريا ان ذا برين، يعني خاصه البيزل جانجليا ده يسوي لي هذا الموضوع. فاذا انا اتعامل ويا ستراكشرال ويا اورجانيك، بينما ابو السايكاتري يتعامل موستلي ويا الكيميكال تشينج يعني ويا البايوكيمستري اوف ذا برين. الاتاكسيا هذا من ضمن اللي ذكرناها احنا الفيتشر اللي هو احنا ان كوردينيشن، شخص يعني most common example of ataxia هو دور الدرينكر، اللي الدرينكر الكحول تلاقيه يعني عنده كل الفيتشرز اوف ataxia او الانكوردينيشن، تلاقي عينه نستاغمس تلعب عينه، تلاقي ما مسيطر يترنح يمنى ويسرى مشيته وايد جيت يسموه التاكسي جيت. ف التاكسي هو موضوع يعني هو features of uncoordination و many many disease ممكن تسوي لنا التاكسيا، يعني التاكسيا مو هي في disease معين كذا، وانما هو عرض ل many types of disease، يعني ممكن cerebellar insult اكو acute اكو sub acute اكو chronic، وإذا كان أكو في certain hereditary disease أكو alcoholic أكو toxic substance أو many many causes ممكن سوينا cerebellar ataxia، cerebellar ataxia ممكن brainstem lesion سوينا cerebellar ataxia. طلاب دختو مو هاي محاضرتي الاني مو انا باو علي انتو النيوروباثيك اتصور